وصلت إلى مطار القاهرة طائرات أردنية من سلاح طيران الملك الأردني، يقودها طيارون أحرار إلى بلد الأحرار. وكانت أولى هذه الطائرات الطائرة الحربية التي قادها الرئيس طيار سهل حمزة قائد الطيران الأردني، ولجأ بها إلى القاهرة. وقد رحب بوصول الطيار الأردني الدكتور عبد القادر حاتم وزير الثقافة والإرشاد القومي باسم الجمهورية العربية المتحدة، كما كان في استقباله السيد يحيى أبو بكر وكيل وزارة الثقافة والإرشاد ومدير الشؤون العامة للقوات المسلحة وكبار ضباط سلاح الجو العربي وجمهور كبير. وعقد باستراحة المطار مؤتمر صحفي حضره رؤساء تحرير الصحف ووكالات الأنباء ورجال السينما ورجال التلفزيون. تحدث فيه الدكتور عبد القادر حاتم فأشاد ببطولة قائد الطيران الأردني الذي رفض أن يكون سلاحا للمتآمرين على شعب اليمن الأبي في معركته التحررية. وفي اليوم التالي وصل إلى القاهرة الملازم أول تحسين فؤاد صيمة والملازم أول عارف صندوقة على طائرتين مقاتلتين نفاثتين قادمين من عمان إلى القاهرة. والتقى في استراحة المطار الطيارون السعوديون مع إخوانهم الطيارين الأردنيين، فكان لقاء الأحرار بالأحرار في أرض الأحرار. وزار الطيارون الأردنيون مبنى هيئة التلفزيون العربي حيث سجلت لهم أحاديث مغامراتهم التي هي مضرب الأمثال في البطولة والوطنية. واستقبل الرئيس جمال عبد الناصر بمكتبه بالقصر الجمهوري بالقبة الرئيس طيار سهل حمزة والملازم أول تحسين صيمة والملازم أول عارف صندوقة، وهم الطيارون الأردنيون الذين وصلوا إلى القاهرة. وقد رحب بهم سيادته وهنأهم بسلامة الوصول.